التمرين الأول، لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين 1 و 2 المقابلين، الشكل 1 ثم الشكل 2. أولا، عند غلق القاطعتين K1 و K2 ماذا يحدث للمصباحين L1 و L2، مع العلم أن دلالتي المصباحين متماثلتان مع دلالتي البطاريتين؟ برر إجابتك. ثانيا، ألف، ماذا يحدث عند المسريين المصنوعين من الجرافيت في الدارة الممثلة في الشكل 2؟ في هذه الدارة، ما الذي يحدث عند المسريين؟ ب، نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد والمهبط في هذه الدارة. ج، استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي. الحل: أولا، عند غلق القاطعة K1 لا يتوهج المصباح L1 لأن الماء المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي، وعند غلق القاطعة K2 يتوهج المصباح L2 لأن محلول كلور زنك يحتوي على شوارد حرة حاملة للشحنات، وهي شوارد القصدير SN2 زائد وشوارد الكلور Cl ناقص. ثانيا، ألف، نلاحظ انطلاق غاز مخضر عند المصعد وهو غاز الكلور Cl2، ونلاحظ ترسب معدن القصدير SN عند المهبط. ب، نمذجة التحول الكيميائي عند كل مسرى. أولا، عند المهبط لدينا SN2 زائد يكتسب إلكترونين ويتحول إلى SN في حالة صلبة يترسب. عند المصعد لدينا شاردتان من الكلور تفقد كل شاردة منهما إلكترونا، والاثنتان تفقدان إلكترونين وتتحول إلى غاز الكلور الذي يتصاعد عند المصعد. جيم، المعادلة الكيميائية الإجمالية. لدينا SN2 زائد زائد 2Cl ناقص يعطي لنا SN زائد Cl2.